هذه السلام عليكم، هذه الجلباب بالزواقة في الصدر من على اليسار على اليمين، ثم الدفيرة بلدية ومشدود بالزمرد. نقرب الصورة، هنقربوها مزيان باش غتشوفوا كيفاش الخدمة. وهذه ملبت الشغل المعلم، ها الشغل المعلم وضعناها على الثوب. نعم، وهذه جلاب أخرى، ها هناك الشغل المعلم سميها الزواقة. الزواقة في حد الصدر، ثم لا يوجد شغل الثوب فقط. والآن سنقرب الصورة أكثر لكي نرى الزواقة. ها تظهر الآن، نعم شغل رائع جميل بزاف. ها هو شغل بزاف جميل. هذه جلباب مناسبة للصيف، ومن بعد ثم سننتقل إلى جلباب أخرى لكي نرى ذوقها وجمالها. والآن الجلباب الأسود باللون الأبيض، زوق بخدمة المعلم التقليد المغربي. سنقرب الصورة، هنقربوها مزيان، قربوها مزيان باش غايشوف اللي بغى يشوف الزواقة كيش عاملها. باش لا بغى يعملها يعملها مورنا، ماشي مشكل. ها في الوسط مشدود بالمكرمين، سميه المكرمين. في العادة يكون العقد، وهذه ما فيهاش العقد، ليس فيها العقد. ها زواقة حد الصدر، تحت الصدر قليلا، 40 سنتيم. باش كتجي الحاجة مزيونة وفاخرة. وخدمة المكرمين والضفيرة هابطة كلها حتى لتحت. نقرب الصورة أيضا هنا. الآن يظهر الشغل الجميل بوضوح، بوضوح بوضوح الشمس. ها منظرها جميل، انا بعدك عجبتني بزاف، على الله تعجبكم انتم. والسلام عليكم صورة اخرى. والان انتقلنا الى جلباب اخرى جميلة فيها الخدمة مزيونة، خدمة المعلم. انا بعدك عجبتني بزاف مزيونة. يستعملها الكبير والصغير، رائعة جدا. هذه الزواقة هابطة الى الاسفل، الى الاسفل على طول الجلباب، جميلة بزاف ورائعة. سنقرب الصورة لكي تظهر اكثر. هناك العقد، هذه فيها العقد والسفيفة والزواقة. الزواقة نسميها بالدوبلية، ثم قوس بالدرس، ثم الدوبلية. رائعة جميلة بزاف، الصحة والراحة.